السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نريد أولا أن نرى هل يحتاج أحد اللغة الإنجليزية؟ هل أحد من الأخوات تحتاج اللغة الإنجليزية؟ أرجو إخبارنا. أما حميد أبو العربية. سنكمل إن شاء الله الليلة ما بدأناه من قصة غزوة بدر لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم. ووقفنا عند عدد الصحابة الذين خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ونرى بعض التباين في الأحاديث 315 و17 و19، ولا خلاف كبير، والله أعلم بأصل العدد أيهم كان صوابا، وكلهم إن شاء الله صوابا على رواية من كان يعد، حتى لا نؤثم أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. من الأمور التي حدثت أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا الصحابة للخروج، طيب خلينا نبدأ بهذا. لم يسمح النبي صلى الله عليه وسلم للخروج معه لصنفين، لمن لم يبلغ ما أذن له أن يخرج معه، اللي لم يبلغ الحلم يعني لم يأذن له بالخروج. ومن حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى عمير بن وقاص فاستصغره حين خرج إلى بدر، ثم أجازه فيما بعد ذلك لما وجده، يعني هو شكله كان صغير لكن لما وجد أنه قوي أجازه، إلا أنه قيل أنه خانه سيفه لأنه لم يكن مدرب يعني، فكان يحمل السيف ويقاتل فخانه سيفه فرجع عليه فمات. هل يكون شهيد أم لا يكون شهيد؟ يكون شهيدا لأنه لم يقصد أن يقتل نفسه، وقتل في القتال في الحرب، وكان يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى. إذن من هو الشهيد؟ الذي يقاتل لوجه الله ولتكون كلمة الله، يعني لا إله إلا الله هي العليا، لا إله إلا الله محمد رسول الله هي العليا، وكلمة الذين كفروا أيا كان هي السفلى. فيقال أنه قتل يوم بدر، ورفض أيضا الاستعانة بالمشركين صلى الله عليه وسلم في الخروج. فجاءه من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل بدر، فلما كان بحرة الوبرة مكان أدركه رجل قد كان يذكر منه جرأة ونجدة، يعني الرجل هذا كان عنده صفات العرب الحميدة هي الجرأة والنجدة، لو استغاث به أحد أغاثه. ففرح أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم لما رأوا الرجل يريد أن ينضم معهم، فلما أدركه يعني وصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: جئت لأتبعك وأصيب معك، يعني أنا جاي حارب معك ويبقى لي سهم من الغنائم لما تفوز. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: تؤمن بالله ورسوله؟ يعني الشرط الأول إنك إيه؟
تؤمن بالله ورسوله؟ قال لا. قال فارجع فلن أستعين بمشرك صلى الله عليه وسلم. قال ثم مضى حتى إذا كنا بالشجرة يعني في مكان آخر قريب من بدر أدركه الرجل، عاد الرجل فقال له كما قال أول مرة صلى الله عليه وسلم، فقال لا، أعاد الرفض مرة، قال فارجع فلن أستعين بمشرك. قال ثم رجعوا فأدركه بالبيداء يعني في المكان الفسيح بتاع القتال، فقال له كما قال أول مرة جئت لأتبعك وأصيب معك. قال تؤمن بالله ورسوله؟ قال نعم. قال فانطلق، يلا خش مع الجنود. هذا الحديث أخرجه مسلم في كتاب الجهاد والسير والمغازي. والأهم من كل هذا رؤية رأتها امرأة في قريش قبل غزوة بدر. كان النبي فين صلى الله عليه وسلم؟ في المدينة. وهذه المرأة رأت رؤيا غريبة كانت علامة، أو هي كانت يعني علامات النصر في غزوة بدر. من هي المرأة؟ المرأة هي عاتكة بنت عبد المطلب عمة النبي صلى الله عليه وسلم، وأخت أبوه، وأخت أبوه من أبيه ومن أمه، يعني أخت أبيه شقيقة. عاتكة بنت عبد المطلب رأت رؤيا، عايز أجيب بداية الرؤيا عشان من إيه؟ من ندعكمش. أيوه. عن ابن إسحاق عن عروة بن الزبير قال: قد رأت عاتكة بنت عبد المطلب رضي الله عنها قبل قدوم ضمضم الغفاري مكة بثلاث ليال. من هو ضمضم؟ ضمضم رجل استأجره أبو سفيان لما سمع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يهجم على القافلة، فاستأجره من الجوار المنطقة المجاور فيها ودفع له مال وقال له اذهب وحذر قريش وأمرهم أن يهبوا لنجدة القافلة. هذا الرجل اسمه إيه؟ ضمضم. فعاتكة رأت قبل وصول ضمضم الغفاري بثلاث ليال، بثلاث ليال رؤيا أفزعتها، فبعثت إلى أخيها العباس ابن عبد المطلب فقالت له يا أخي والله لقد رأيت الليلة رؤية أفزعتني، وفي رواية أفظعتني من الفظاعة، رؤية فظيعة، وتخوفت أن يدخل على قومك منها شر ومصيبة، فاكتم عني ما أحدثك به. فقال لها ما رأيت؟ قالت رأيت راكبا أقبل على بعير له حتى وقف في الأبطح. الأبطح جبل إلى جوار مكة وكان مرتفع إلى جوار الكعبة. ثم صرخ بأعلى صوته: ألا انفروا يا لغدر، يا لغدر لمصارعكم في ثلاث، يعني أيها القوم الغدارون اخرجوا لتقتلوا بعد ثلاث أيام. وطبعا الرؤية دي أفزعت المرأة وأفزعت حمزة لما وأفزعت العباس. فهي تستمر في الرؤية تقول: فأرى الناس اجتمعوا إلي، يعني شافت في الرؤية إن في واحد جاي على جمل بيصرخ يقول أيها القوم الغدارون ستخرجوا إلى مقاتلكم أو إلى مكان موتكم بعد ثلاثة أيام. فاجتمع في الرؤيا حوله الناس،
ثم دخل المسجد والناس يتبعونه، يعني دخل البيت الحرام والناس ماشيين وراه، فبينما هو حوله مثل به بعيره على ظهر الكعبة، يعني الناس وقفوا حواليه حوالين البعير بتاعه، فوجدوه فجأة أصبح فوق ظهر الكعبة. ومن رأى نفسه على ظهر الكعبة هذا نذير شؤم، هذا نذير شؤم، يعني اوعى تفرح لما تلاقي نفسك في ظهر الكعبة، لا ده نذير شؤم. لو لقيت نفسك جواها ماشي، يعني لو رأيت نفسك داخل الكعبة ماشي، لكن فوق ظهر الكعبة لا، فهذا نذير شؤم. الرجل بجبله وجدوه قد مثل فوق ظهر الكعبة، ثم كرر النداء صرخ بهم بمثلها، يعني صرخ مرة أخرى، ألم فروا يا لغدر، يعني يا أهل الغدر، لمصارعكم في ثلاث. ثم مثل به البعير على رأس أبي قبيس، جبل آخر، يعني انتقل من أول مكان عند الأبطح ثم فوق الكعبة ثم أبي قبيس. تكرر النداء ثلاث مرات، النداء نفسه نذير شؤم، ووقوفه بناقته فوق الكعبة نذير شؤم، ثم هو على أبي قبيس يتم الثالثة. تذكرون ما حدث لقوم ثمود لما قال لهم نبيهم تمتعوا في داركم ثلاثة أيام؟ فهذا مثل هذا، ذلك وعد غير مكذوب، هذا ما قاله صالح لقومه. ويقال في التفاسير أن ابن الناقة في قوم صالح لما رأوه قد عقروا أمه وكسروا أرجلها وذبحوها هرب، فدخل إلى بطن الجبل من حيث خرج هو وأمه ابتداء، انشق الجبل وابتلعه مرة أخرى. فقبل أن يبتلعه الجبل التفت وصرخ ثلاث صرخات، فهذه ثلاث نظرات حتى يأتي موعده المشؤوم. ثم أخذ صخرة، يعني الرجل اللي على هذا في الرؤية، ثم أخذ صخرة فأرسلها، يعني أمسك بصخرة وقذفها ناحية مكة، فأقبلت تهوي حتى إذا كانت بأسفل الجبل أرفضت، يعني إيه أرفضت؟ يعني تكسرت شظايا، أنتم عارفين طبعا أن الشظايا تصيب أكثر من الدانة نفسها، يعني الدانة تقتل بالصدمة، أما الشظايا تقتل لمسافات بعيدة وقد تذبح وقد تشق البطن وقد فأرفضت. فما بقي بعد من الشظايا، فما بقي بيت من بيوت مكة ولا دار إلا دخلتها منها فلخة. يبقى الشظايا ما تركت بيت من بيوت مكة إلا دخلته. فهذه هي ايه؟ رؤية عتكة بنت عبد المطلب عمة النبي صلى الله عليه وسلم. قال العباس لأخته: والله إن هذه لرؤيا، يعني هذه لها معنى مخيف، وأنت فاكتميها لا تتحدثي بها، خافوا أن تزاع ولا تذكريها لأحد. فخرج العباس من عند عاتكة فلقي الوليد بن عتبة بن ربيعة، وهو واحد ممن قتل في حرب بدر، في معركة بدر، فلقي الوليد ابن عتبة بن ربيعة وكان صديقه، كان صديق العباس، فذكر له الرؤيا، مع انه قال له اخته ما تقوليهاش، ولكن لحكمة الله عز وجل أن يشري الأمر، فذكرها له وقال له اكتمها، قال له سأكتمها.
فأفشاها عتبة الوليد بن عتبة بن ربيعة في مكة كلها، حتى تحدثت بها قريش في أنديتها. النادي اللي هو اجتماع الناس، يعني اليوم اللي بيبقى شمس وجميل بتقعدوا مرة هنا على الايه؟ على السور. هذا أصبح ناديا. مش لازم النادي يكون فيه المنكر، لكن قد يكون النادي فيه المنكر، لقول الله عز وجل: وتأتون في ناديكم المنكر. للقوم لوط كانوا في ناديهم يعني يتهرجون تهرج الحمر، يعني يقفز الرجال على الرجال في النوادي عيانا بيانا امام الناس، والناس تشهد والنساء تجتمع لترى والاطفال والصبيه. لذلك ابدهم الله عن بكره ابيه، ما ترك شاب ولا رجل كبير في السن ولا امراه ولا طفل، ما ترك احد حتى يبتر البلاء. وان من اشد الفرى واستعجال عذاب الله عز وجل ما أقر في الكنائس من زواج المثليين أو المثليين، ما هي تجوز المثليين على سبيل الجمع، والمثليين يعني بنتين أو ذكرين يتزوجن، يبقى واحد منهم يتقدم على أنه الزوج وواحدة تتقدم على أنها الزوجة. وأقره في دول أوروبا وأقره في أمريكا، والله هذا نذير شؤم ولن يؤخر كثيرا. فليرجع أصحاب العقول عن غيهم قبل أن ينزل بأس الله الشديد كما نزل بقوم لوط، وعندهم في الإنجيل وعندهم في التوراة وموجود في القرآن، ولكنهم قوم لا يعقلون. فأرجو أن يردهم الله إلى عقولهم ويقبلوا محمد صلى الله عليه وسلم ودين الإسلام فينجو، وما مضى منهم يغفر لهم. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. قتلوا كثير من المسلمين يا رب، يغفر لهم ما قد سلف. هو حر، ملكه، يدبره كيف يشاء. فلما يشاء نعم فشل الحديث في مكة، قال العباس: فغدوت لأطوف البيت. العباس ما يعرفش بأن الرواية طارت في كل مكان، وهو استأمن عليها الوليد. فدخل يطوف البيت وأبو جهل بن هشام في رهط من قريش. أبو جهل عمرو بن هشام قاعد في مجموعة من قريش، ويرون العباس وهو يطوف بالإيه؟ لأن كان له منتديات إلى جوار الكعبة، مجالس يعني. فلما رآني، هما يتحدثون عن رؤيتك، فلما رآه أبو جهل قال وهو يطوف: يا أبا الفضل، إذا فرغت من طوافك فاقبل إلينا. فلما فرغت أقبلت حتى جلست معه، فقال لي أبو جهل: يا بني عبد المطلب، يسخر منه، يا بني عبد المطلب، متى حدثت فيكم هذه النبية؟ يعني انتوا احنا مش قادرين على نبي، تدعوا ان عندكم نبي، يطلع عندكم كمان نبية امرأة يعني؟ ان طبعا هم يعرفون ان ما كان من نبي امرأة قط، فهو يسخر من بني عبد المطلب. اقول: يا بني عبد المطلب، متى حدثت فيكم هذه النبية؟ قال: قلت: وما ذاك؟ أراد أن هو يخفي. قال: تلك الرؤيا التي رأت عاتكة. قال: فقلت: وما رأت؟ يعني زي ما بيقولوا المصريين استعبط، عامل نفسه. ولما تقول لواحد أنت عبيط، هي تؤخذ على سبيل السبة، ولكن في اللغة العبيط اللي هو على أصل فطرته، يقول لك عبيط، لأنه اللي في قلبه وعلى لسانه أو رجل طيب، أي حد ممكن يغشه بكلمة لأنه لا يتوقع كذب. فالعبيط هو الإيه؟ الرجل على فطرته.
لكن الناس بتاخدها على انها ايه؟ سبه. يقول انت عبيط، عبيط ولا وعبيط ايضا هو الخام او المحض. يعني قل اقول الذهب العبيط، يبقى الذهب هو لسه ايه؟ خام. يعني ما في يعني بعد ما اصبح ذهب فقط ما عليه شوائب. ويقال مثلا الدم العبيط، الدم اول ما يخرج الدم من جسم الانسان فهذا هو الدم الايه؟ العبيط، لانه على اصل لم يتلوث بالهواء ولا اي شيء، حال خروجه فقط، لكن بعد ذلك يتلوث بالارض ويتلوث بكذا وكذا. فقال وما رأت؟ قال يا بني عبد المطلب، ابو جهل يقول اما رضيتم ان يتنبأ رجالكم حتى تتنبأ نساؤكم؟ قد زعمت عاتكة أن في رؤياها أنه قال انفروا في ثلاث فسنتربص بكم هذه الثلاث. أبو جهل بيقول للعباس هي بتدعي أن الرؤية أمهلتنا ثلاث أيام، وإحنا بقى هنمهلكم يا بني عبد المطلب ثلاث أيام. يعني أنا بالإنذار، بدل ما يهتم بالإنذار، لا أنا بالإنذار على مين؟ على بني عبد المطلب. فإن يكو حقا ما تقول فسيكون، وإن تمضي الثلاث ولم يكن من ذلك شيء نكتب عليكم كتابا أنكم أكذب أهل بيت في العرب. إنهم بيعتبروا النبي صلى الله عليه وسلم كذاب، مش هم اتهموه بالكذب، بل هو كذاب أشر. قالوا لا كذلك، بل هو الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم. قال العباس فوالله ما كان مني إليه كبير. يعني ما عرفش يرد عليه. لما واحد يكلمك كلام وترى إن ما ترك لك منفذ، يبقى أنت ما عندك إليه كبير، ما أنتش عارف تكلمه أو ترد عليه بأي رد كان، إلا أني جحدت ذلك. لكن أنا بيني وبين نفسي عارف إنه كذاب، وعارف إن اللي هي قالته ممكن يحصل، ولكن أنكرت أن تكون رأت ذلك. قال له لا، ما رأت مثل هذا الكلام، عايز يداري على آل عبد المطلب، هو يخشى أن لا يحدث شيء، فلا يلزم بكتابة الكتاب أنه أكذب أهل العرب. فلما أمسيت لم تبقى امرأة من بني عبد المطلب إلا أتتني. العباس يقول لما دخل الليل وأمسى وذهب إلى بيته جاءته كل نساء بني عبد المطلب، فقالت يعني لم تبقى امرأة من بني عبد المطلب إلا أتتني فقالت، كل واحدة جاية تقول له هذا الكلام، كل واحدة قالت نفس الكلام، أقررت لهذا الفاسق الخبيث أن يقع في رجالكم، ثم قد تناول النساء وأنت تسمع، ثم لم يكن عندك غير لشيء مما سمعت. فكان يقول لها والله قد فعلت، يعني فعلا الله حصل، ما كان مني إليه من كبير، وأيم الله لأتعرضن له، فإن عاد فلأكفينكن لقول الله عز وجل فسيكفيكهم الله. يعني ربنا هيكفيك هؤلاء الناس وشرهم يرد عليه، يرد عليهم. فقوله فأكفينكن يعني هتسمعوا مني اللي يشفي غيركم، بس انا بشوفه تاني بكره الصبح. كل نساء بني عبد المطلب جاؤوه ويعني قرعته، قرعته يعني أسمعته من الكلام ما ينتقصه. نحن قبلنا أنه يزم في محمد وسكتنا وما عرفنا أن نرد، الآن تتركه أيضا يتكلم على نساء بني عبد المطلب وأنت قوي، لأن كان عباس كل يخافه، وأنت قوي ولا ترد ولا تغار على ما يقول. فوعدهن أن يتعرض له في الغد. قال فغدوت في اليوم الثالث من رؤيا عاتكة
وأنا حديد مغضب أرى أني قد فاتني منه أمر أحب أن أدركه منه. يعني بقى لما فاتت ثلاث أيام، في آخر ثلاث أيام قبل ما تنقضي ثلاث أيام، ذهبت إليه وأنا مغضب وحديد، يعني لن ألين معه. قال: فدخلت المسجد فرأيته، فوالله إني لأمشي نحوه أتعرضه ليعود لبعض ما قال فأقع به. فهو رايح يعني فارد صدره بقى، ورايح عشان يخليه يقول له الثلاث أيام فاتت إيه؟ أو شكت وما فيش حاجة ظهرت. فرايح عشان خاطر يعني بالعربي زي المصريين ما بيقولوا يجر خناقه، عايز يتشكل معاه، يجر شكله. وكان رجلا خفيفا، يعني مع انه كان جسيم ولكن كان خفيف الحركه. وكان رجلا خفيفا حديد الوجه حديد اللسان حديد النظر. قال: اذ خرج نحو باب المسجد يشتد، يعني وجد ان ابو جهل يتجه لباب المسجد ويمشي بسرعه. قال: فقلت في نفسي ما له لعنه الله. ايه اللي هو ماله بيجري كده؟ لعنه الله، أكل هذا فرقا مني أن أشاتمه؟ هو خايف مني أو للدرجة دي لمجرد أنه هو عارف أنا ممكن أشتمه ولا شيء؟ قال: ما كملت ما حدثت به نفسي إلا وقد سمع ما لم أسمع. يعني هو سبقه بالسمع، أبو جهل سبق إليه سمع لم يسمعه العباس بعد، صوت ضمضم ابن عمرو الغفاري الذي كراه أبو سفيان وهو يصرخ ببطن الوادي واقفا على بعيره وقد جدع بعيره، يعني مش كمان واقف على البعير، واخد فلوس كتير، واقف على البعير وقطع أنف البعير، هيجيب واحد تاني ما معاه فلوس، وقد جدع أنف بعيره وحول رحله، يعني طبعا الرحل اللي بتحط فوق البعير له نظام، هو حوله قلبه عشان يظهر لهم من على بعد ان في مصيبه، في مصيبه كبيره حصلت، وشق قميصه وقال وهو يقول يشق القميص ويقول: يا معشر قريش اللطيمه اللطيمه، يعني ان ضاعت هذه القافله كل نسائكم سيلطمن وقد يلطم الرجال على ضياع هذا المال الكبير، كمال كبير. اللطيمة اللطيمة أموالكم مع أبي سفيان قد عرض لها محمد في أصحابه، لا أرى إلا أن تدركوها، الغوث الغوث. قال: فشغلني عنه وشغله عني ما جاء من الأمر. بدأت الناس تخاف بقى. في نهاية الثلاثة أيام حدثت هذه الحادثة، فانشغل كل بنفسه. وجاء الشيطان لما أجمعت قريش في المسير، جاء الشيطان لما رأى أن قريش تقاعست، يعني قريش جمعت نفسها وعايزة تخرج، ولكن بدأ يتكلم فيهم بعض الناس: تعلمون أن بني بكر أعداؤنا، فلو خرجنا سيهجمون على النساء وعلى القرى وعلى القرية، عايزين إيه؟ يشوفوا عذر يعودوا بيه عشان ما يخرجوش. فجاءه ابليس عليه من الله ما يستحق في صوره صحابي اسلم فيما بعد، سراقه بن مالك، عارفينه اللي هو بتاع قصه اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وكلما اوشك ان يقترب من النبي تسيخ قدم فرسه في التراب فيقول: الامان يا محمد ولكن اطلقني، فيطلقه النبي صلى الله عليه وسلم فيعود ويخطب ثلاث مرات حتى قال: والله لا أقاتلك أبدا. فوعده النبي صلى الله عليه وسلم بسواري كسرى وهو لسه ما أسلمش، وعده أن يرتدي أساور كسرى، وأساور كسرى دي كلها ذهب وجوهر وأشياء غالية الثمن جدا. وفعلا لما جاءت الغنائم بعد فتح كسرى بعد فتح الفارس في عهد عمر بن الخطاب، اول ما فتح الصندوق على راسي على وجهه سواري كسرى، وامامه سراقه بن مالك جالس
فأول ما فتحه أخذ السورين وأعطاها لسراقة، فوفى وعد النبي صلى الله عليه وسلم. هذه من علامات النبوة، علامات النبوة صلى الله عليه وسلم. فجاءهم إبليس في صورة سراقة ابن مالك، وكان من أشراف بني كنانة، فقال لهم أنا جار لكم. إنهم عارفين إن بني كنانة أقوياء جدا برضه، يعني بني بكر أعداء وأقوياء، وبني كنانة قال لهم اخرجوا، واحد من بني كنانة اخرجوا وأنا جار لكم، لو حصل شيء على قريتكم أنا أقف لهم المرصاد. هو الشيطان يريد إيه؟ الشيطان لا يعلم ما أعد الله من مكر بهؤلاء، ولكنه يريد أن يخرجهم ليتخلص من محمد صلى الله عليه وسلم. يعني الشيطان يمكر بطريقته، والله يقول ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، ومكروا مكرا ومكرنا مكرا، فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم أجمعين. ما مكر أحد بدين الله إما في بدايته أو في نهايته إلا مكر الله له إلا مكر الله به ليعود الدين قويا. يعني نفترض مثلا إن في بلدة قتلوا كل المسلمين ولم يبقى إلا طائفة على الحق، فمكر بها المجرمون وجاءوا إليها لإبادتها، ولو أبادوها لأبيد الإسلام خلاص. لا يمكن أن تبادي هذه العصر أبدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا ربه من ضمن دعائه ألا يسلط عليهم من يعني يستأصل شأفته، فقبل الله هذه الدعوة، قال أجبتك. إذن لا يمكن أبدا إن كان طائفة على الحق ظاهرة، يعني لا زالت تدافع عن دين الله كما كان يدافع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لا يمكن لأعتى قوى الأرض ولو جاءوا بالقنابل الذرية والهيدروجينية والتكتيكية وكل ما تحت أيديهم لإبادة هذه الطائفة لن يفلح، لن يفلح أبدا، لأنه يعلم الله أنها إن أبيدت لن يعبد في أرضه. فالله دائما يقف مع هذه الطائفة في أول نشأتها، كما كان مع كل الأنبياء، وكما كان مع النبي في غزوة بدر، وكما سيكون مع الموحدين في كل زمان ومكان وإن كانوا كلدا. ويقول أيضا في الحديث صلى الله عليه وسلم خير الصحبة أربعة. يعني عايزين تسافروا المفروض تكونوا جام حولوا خلوا عددكم أربعة، خير الصحبة أربعة، يعني ما تسافرش لوحدك، المسافر الشيطان يعني يتسلط عليه الشيطان، والمسافران شيطانان برضه ممكن يتسلط عليهم الشيطان، لأنه واحد يقول للتاني يلا نعمل كذا وكذا، ما حد يشوفنا إلا أنا وأنت بس، إياك تقول، لو قلت لو خرج السر يبقى أنت، فممكن يتكتموا على بعضهما. أما الثلاثة قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم والثلاثة ركب وليؤمروا أحدهم، يعني خلي واحد منهم هو الزعيم يسمعوا كلامه ويخطط لهم في هذه الرحلة. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث خير الصحبة أربعة وخير السرايا 400 وخير الجيوش 4000. خير الصحبة كم؟ أربعة. وخير السرايا، إن السرية أصغر من الجيش، وخير السرايا 400 وخير الجيوش 4000. ولن تغلب 12 ألفا من قلة، يعني ما تستقل هذا العدد. يأتوهم ب120 ألف لا يغلبوهم، معهم الحد
القد والقديد والحديد والنار بكل أصنافها، ويفشل في أن يغلبوه مع أن الآخرين ما معهم إلا توحيد رب العالمين، إلا توحيد رب العالمين. المهم، فلما أجارهم بني كنانة كما ظنوا خرجوا سراعا، قال لهم: أنا جار لكم من أن تأتيكم بكر من خلفكم بشيء تكرهونه، يعني أنا حافظ على بكر. فخرجوا سراعا. في حديث حذيفة بن اليمان، خلاص خلينا نعديها لأن قلناها في أماكن أخرى. من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن سعد بن معاذ، انتم طبعا عارفين سعد بن معاذ، تكلمنا عنه، الذي لما مات اهتز لموته عرش الرحمن، عارفين هذه القصه، فاكرين ولا نسيت؟ سعد بن معاذ الصحابي الجليل زعيم الاوس، وسعد بن عباده زعيم الخزرج. فسعد بن معاذ كان صديق لأمية بن خلف، وهو كافر، كان إذا نزل أمية المدينة نزل عند سعد، كانوا يعني تعاون، زي مثلا يعني يأتي وزير خارجية مصر إلى أمريكا، يكون في ينزل عند من؟ عند وزير خارجية أمريكا. ولما يكون وزير خارجية أمريكا ينزل عند مصر، يكون في ضيافة من؟ وزير خارجية مصر، وهكذا الند بالند. فكان أمية بن خلف ينزل على سعد بن معاذ، وسعد بن معاذ إذا نزل مكة يبيت عند من؟ عند أمية بن خلف. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، انطلق سعد معتمرا. بعد ما الرسول صلى الله عليه وسلم استقر في المدينة، سعد بن معاذ سافر للعمرة، مسلم يعني بيعتبر عمرة إسلامية. فنزل على أمية بمكة، فقال لأمية: انظرني ساعة خلوة لعلي أن أطوف بالبيت، يعني سيبني مع نفسي كده ساعة على ما إيه؟ على ما أطوف بالبيت. فخرج به قريبا من نصف النهار، فلقياه أبو جهل. لما انتهى خرج هو وأمية بن خلف قرابة نصف النهار، فلقي من؟ عمرو بن هشام أبو جهل. فقال: يا أبو صفوان، يا أبا صفوان، يقصد أمية، أمية بن خلف، يا أبا صفوان، من هذا معك؟ فقال: هذا سعد. فقال له أبو جهل: ألا تراك، ألا أراك تطوف مكة آمنا وقد آويتم الصبات؟ يعني انت جاي هنا تطوف البيت امن، محدش بيزيك، مع ان شوف انتوا عملتوا فينا ايه، انتوا كل من سبق اويتوه عندكم، كل من سبق اويتوه عندكم، يقصد النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه الذين فروا من قريش، وزعمتم انكم تنصرونه وتعينونه، اما والله، ابو جهل بيقول لسعد بن معاذ: أما والله لولا أنك مع أبي صفوان ما رجعت إلى أهلك سالما. فقال له سعد، رفع صوته على أبو جهل، على أبي جهل: أما والله لئن منعتني هذا لأمنعنك ما هو أشد عليك منه، يعني لو منعتني إن أنا أطوف وقت ما أنا عايز بالبيت، أنا همنعك بقى باللي أشد عليك من هذا، طريقك إلى المدينة، يعني هقطع لك الطريق، لن تخرج لك قافلة إلى الشام أبدا عن طريق المدينة. فقال له أمية، مع إني سعد حليفه، لكن أخذ صف مين؟ صف أبو جهل. قال له: يا سعد، لا ترفع صوتك على أبي الحكم، هو أبو جهل، يعني إحنا المسلمين بنسميه أبو جهل، والعرب كانوا يسمونه أبو الحكم، وطبعا هو ما هو حكيم بأي صورة من الصور، هو أبو جهل.
فلا ترفع صوتك على أبي الحكم سيد أهل الوادي، يتفاخر نيابة عنه كمان. فقال له سعد: دعنا عنك يا أمية، فوالله لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنهم قاتلوك. أنت النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أنت هتتقتل على أيديهم. ففزع أمية، إنهم كانوا عارفين إن النبي لو قال كلمة لا يمكن أن تقع في الأرض بغير أن يكون لها وفاء. فأمية لما وجد بن سعد يقول له اسكت أنت، يعني لا عليك لا علينا منك، يعني اسكت أنت ما تتكلمش، لأن أنا سمعت أن النبي صلى الله عليه وسلم بيكلم أصحابه أنهم قاتلوك. فوالله لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنهم قاتلوك. ففزع وقال لكم ببكة، يعني يقتلوني وأنا ببكة؟ قال لا أدري. ففزع لذلك فزعا شديدا. فلما رجع أمية إلى أهله، رجع لمراته خايف، يا أم صفوان ألم تري ما قال لي سعد؟ قالت: ومن قال لك؟ قال: زعم أن محمدا أخبره أنه قاتلي. فقلت له بمكة؟ قال: لا أدري. فقال أمية: والله لا أخرج من مكة أبدا. يعني انتابه الفزع لدرجة أنه أقسم بالله أن لا يخرج من إيه؟ من مكة. فلما كان يوم بدر، خلاص بقى خارجين، استنفر أبو يوم بدر، هنا مش معناه يوم القتال، يوم تجهز قريش للخروج، خلاص اللي جاهز خارج، واللي ما تجهزش لسه أبو جهل بيحمسه ليركب. استنفر أبو جهل الناس، قال: أدركوا عيركم. فكره أمية أن يخرج وهو موعود بالقتل، قال له: لا مش خارج. فأتاه أبو جهل فقال: يا أبا صفوان، إنك متى ما يراك الناس قد تخلفت وأنت سيد أهل الوادي، كل واحد بينفخ في الثاني، وأنت سيد أهل الوادي تخلفوا معك. فلم يزل به أبو جهل حتى قال: أما إذ غلبتني فوالله لأشترين أجود بعير بمكة. يعني وفي رواية أخرى في كتاب الكتب من كتب السير أو في التفاسير يقولون: فوعده أن يشتري، قال له: اشتري أسرع النوق، فإن حدث متروك ما أدركك أحد، يعني تقدر إيه تجري زي ما احنا نقول لواحد: يا عم أنت خايف من إيه؟ أنا عربيتي موديل 1960، أنت عربيتك 2013، أنت يعني ملك الهاي واي، وممكن والعياذ بالله لو لم تقل ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ممكن لو خرجت وراءه سيارتك تجد أنه قد أصابته عينك. يبقى لو رأيت شيء من أخيك أعجبك قل ما شاء الله لا قوة إلا بالله، فإن حدث له مكروه أنت منه براء، أنت منه إيه؟ يبقى هذا بقدر الله البحت. لكن لو حدث له مكروه بعد أن قلت ما قلت ولم تسمي الله أو تذكر الله، سيرد الناس من سمع هذه المقولة يقولون: دعي فلان. وأنت نفسك إياك أن تلبس شيء ويعجبك شكلك بغير أن تقول تبارك الله ما شاء الله. انت بص نفسك في المرايه لابس طقم جديد عشان مجهز نفسك لسفر او نحو ذلك، تقف امام المرايه كده تجرب الطقم وتقول: يا ولد انت شكلك 100 100، ولا تذكر الله عز وجل فتصيبك مصيبه. انت عين نفسك رجعت عليك، انت عين نفسك رجعت عليك. ولو أنك مش ربنا بيقول ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. إذا أنت ممكن تحسد نفسك، تحسد صحتك، تحسد ابنك، تحسد حفيدك، لأنك شايفه مثلا يعني بدأ يقرأ القرآن، تقول: يا ولد أنت ولد من ظهر ولد مسلم من ظهر مسلم، ولم تذكر الله عز وجل، لعله بعد ذلك يصيبه عطل في رأسه. اذكر الله دائما
حتى تخرج من هذا. فهو يقول لأشترين أجود بعير في بمكة. ثم قال أمية يا أم صفوان جهزين، يا الله حضري لي بقى شوية أكل على الحاجات اللي أنا محتاجها. فقالت له يا أبا صفوان أجهزك أو قد نسيت ما قال لك أخوك اليثربي، يعني سعد بن معاذ. قال لا، ما أريد أن أجوز معهم إلا قريبا، أنا مش هروح معهم للآخر، يعني أنا مش معهم شوية، يعني هو أنا برضه إنه يخلع. معلش أنا بتكلم أحيانا المصري يخلع يعني يتركهم وحدهم. ما أريد أن أجوز معهم إلا قريبا. فلما خرج أمية أخذ لا يترك منزلا إلا عقد بعيره. يعني إيه بقى؟ هو جاب أجود بعير، ولكن خوفه من موعود رسول الله صلى الله عليه وسلم به، كان كل ركب البعير وكل ما يمشي بيمر على بيت ينزل ويأمر الجمل فيبرك ويعقل البعير ويقف شوية، خايف على كل منزل، ما مر بمنزل إلا عقل بعيرا، فلم يزل بذلك حتى وصل بدر فقتله الله تبارك وتعالى في بدر. عدد المشركين في بدر تكلمنا فيه، قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمسك غلام، يعني يرعى غنمه ونحو ذلك، سبقهم إلى الموقع عشان لما يأتون يكون الأكل موجود، يكون ذبح وسلخ وشوى، فاللي جايين من السفر دول جوعانين يأكلون على طول. وكان هذا الغلام اسمه غلام أسود أسود لبني الحجاج، فأخذوه. فكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن أبي سفيان وأصحابه، فيقول ما لي علم بأبي سفيان، هم متصورين أنه عارف أخبار أبو سفيان، لأن الصحابة حتى هذه اللحظة لا يعرفون أنهم سيدخلون حربا، هم كل همهم أنهم يأخذوا الإيه؟ العلم من أبو سفيان. فلما رأوا هذا الغلام جالس في هذا المكان قالوا لعل عنده خبر، فكانوا يأخذونه ويسألون عن أبو سفيان، يقول لا أعلم أي خبر عن أبي سفيان، ولكن أبو جهل وعتبة وشيبة وأمية بن خلف في الطريق، فيظنونه يأتي فيضربونه ضربا شديدا، فيقول خلاص خلاص أقول لكم خبر أبو سفيان، فيسكتون عن ضربه، فيرجع يقول ما أعرف أي خبر عن أبي سفيان، ولكن أعرف خبر أبو جهل وعتبة وشيبة وأمية بن خلف، فيضربونه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إلى جواره ويسمع، فانصرف قال لهم إن صدقكم ضربتموه وإن كذبكم تركتموه، يعني هو نبئ أنه يقول الصواب لكن لما بتضربوه بيخاف، زي كل الحقائق اللي بتنتزع من أي مسلم لما يقبض عليه ويريدون أن يجعلوه هو المسلم فيعذبونهم كما كان يحدث في مصر، يعذبونهم حتى يقروا بما لم يفعلوا من شدة العذاب. يعني مثلا عافاكم الله لما الرجل يجيبوه ويعذبوه عايزين يلفقوا له تهمة ويأذى، فيأتوا بامرأته فيواقعوها أمام عينه وهو مربوط مسلسل، أو يعر أو يكشف عورته ويقول إن لم تقر على نفسك فعلنا وفعلنا، فيقر ليطلق صلاح امرأته ويذهب إلى السجن، وقد يذهب إلى حبل المشنقة وأعدم كثيره وأعدم كثيره، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فكانوا يفعلون مع هذا الغلام مثل ذلك. فقال له النبي، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم مع هذا الولد وأخذه وقال له كم القوم؟ قال هم كثير وعددهم شديد وبأسهم شديد،
الولد يخوف مني، انه كان يخوف النبي صلى الله عليه وسلم منه. فجاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.